مشاهدينا دلوقتي خلينا نتعرف مع حضراتكم على اهم الاخبار المقرر حدوثها النهارده باذن الله، واللي هيكون ابرزها البابا تودروس الثاني هيترأس قداس عيد الميلاد المجيد. نعرف تفاصيل اكتر هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيترأس البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد. ويصلي البابا تودروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة. ومن المقرر أن تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 7 مساء لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الأوقاف، هيتم عقد الختمة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة لأعلام القراء. النهارده هتجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج شركات السياحة، ونشدت الغرفة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التقدم للشركات السياحية مباشرة، سواء من خلال مقرها الرئيسية أو فروعها المنتشرة في كل ربوع مصر، وحذرت من التعامل مع الوسطاء والسمسرة في الحج. النهارده العشاء الكرة الإنجليزية معادهم مع 19 مباراة في إطار الجولة الثالثة من كأس الاتحاد، من أهمها مباراة ساندرلاند مع نيوكاسل يونايتد الساعة 3:15، ومباراة ستوك سيتي مع برايتون الساعة 5، ومباراة تشيلسي مع بريستون الساعة 7:30.